توقعاتك لمباراة مصر ومنتخب الراس الأخضر؟ 2-1 لمصر. إن شاء الله مصر تكسب 2-0 من مصطفى محمد ومصطفى فتحي. متوقع برضه يا اما التعادل يا اما مصر مش هتكمل في المباراه دي. انا متوقع ان هم بس يعني هو لو شد كل واحد فيهم حس بالروح شويه وحس بمسؤوليته تجاه الكوره لوحديها هيبقى كل واحد فيهم هيعرف يعمل شغل كويس قوي. مصطفى محمد هيجيب جون وامام عاشور هيجيب جون. ان شاء الله مصطفى فتحي ومرموش هيسجلوا 2-0. ان شاء الله مكسب لمصر عشان نصعد. ان شاء الله 2-0 لمصر. ان شاء الله هنكسب 2-0 مرموش وتريزيجيه. ان شاء الله 2-0. هو ربنا يستر طبعا. انا بتمنى ان احنا نكسب بس هو بالمنظر اللي احنا بنشوفه في الفتره اللي فاتت او في الماتشين اللي فاتت دول كلهم لا مش هنمسك كوره الماتش الجاي. ان شاء الله مصر هتكسب 2-0. الهدف الاول ان شاء الله لعمر مرموش والهدف الثاني ان شاء الله لمصطفى محمد. هنكسب ان شاء الله ونعدي. الماتش ان شاء الله هيخلص 2-1 لمصر واللي هيجيب الاجوان تريزيجيه ومصطفى محمد. بس هو الماتش ما يطمنش بس 1-0 ممكن مرموش شو اكتر واحد جايب على الملعب واكتر واحد بيحاول على الكوره مع انه اصلا ممكن ساعات بينزل تبديل وساعات بيلعب بس هو احسن واحد تلعبه هو وتريزيجيه مع بعض. تريزيجيه ومصطفى محمد ومرموش كل الناس متوقعه ان هم يسجلوا النهارده ويجيبوا جوان. ايه رايك؟ هم امكانياتهم كويسه جدا وامكانياتهم ان هم يحرزوا اهداف وده ان شاء الله باذن الله. يعني انا يعني صرف النظر عن الاحداث لكن انا شايف ان هم عندهم القصه دي وعندهم القابليه ان شاء الله باذن الله. مصطفى محمد من الهدافين المميزين جدا يقدر يخلص الماتش وانا شايف ان يعني ان شاء الله باذن الله الولاد هيكونوا واخدين الامور بشكل نمره واحد. انا يعني انا متخيل ان الولاد هينزلوا كلهم عشان خاطر الموقف بتاع محمد صلاح. تحدي بقى نازلين يشتغلوا كويس وتحدي مصر اسمه مصر الاول. يعني لازم يحطوا في دماغهم الحته دي. مفيش حد بيلعب كوره في منتخب مصر الا لما يكون الهدف الاساسي بتاعي ان انا اسعد جماهير مصر. هو ده اللي بيخليك تاني حاجه شغلهم. لو افترضنا ان هو لما بيتحسن اداؤه وبيلعب نادي تاني بيشوفه فبيخش في مرحله سباق مع الاحتراف.